العقل بأصيلة منطقة الغرابة بصفاقس تحاول وبكل ما أوتيت من عزم أن تجعل من الفسيفساء شريانا اقتصاديا في منطقتها واستثمار مهارات تحتاج إلى مورد رزق. عندنا حرفيات في الغرابة نفس الخدمة اللي ما عنديش، أقل واحدة عندها 20-25 سنة في الدومين هذايا. وينها؟ في ديارهم. ما زالوا يخدموا؟ لا ما عادش يخدموا، وقت انا نستحقهم معايا يخدموا، نعيط لهم يخدموا، انا نطلب اللي هو التسويق. اليد العاملة موجودة. تنجم تدخل بالخدمة هذه تدخل العملة صعبة لتونس. وراهي هذه ذهب. التسويق إذن هو الهاجس الرئيسي للحرفيين المشاركين في الدورة الرابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بصفاقس. أنا وبنتي مهندسة تعاون فيا فيها ونخدم في الزربية ونبيع من كل بقعة. كلها صناعة يدوية؟ كلها صناعة يدوية، ما عنديش حاجة مش يدوية. زربي عندي البربرية، عندي زربية 20-20، وعندي هاني قلت لك عجوتي، وعندي الحلفة خيط الحلفة، وعندي الحلفة في حد نفسها. أنا وظرف معروفة، النساء الكل تخدم في المرقوم. من الصغير للكبير للطبيبه للمهندسه الكل تتعلم المرقوم من الصغره ويبدا لها في مخها. العطل قبل هنا كنا اللي يتصلع من القرايه تشد امها تلقاها عامله منسج تشد تنسج. معناتها اذا كان هو موجود بالطريقه هذه راهو يخدم هكا ولا؟ يخدم فما المعامل، فما عندنا معامل، اما مشكلتنا في الترويج. هنا جاب ربي هيك معارض ولا حاجه مش تتحرك الدنيا شوي. قطاع الصناعات التقليدية الذي يعتمد لتطوير نفسه على السوق وعلى تفاعله مع خريجي معاهد الفنون الجميلة والحرف بات يوفر مجالا واسعا لمؤسسات صغرى قد لا تكفي المعارض السنوية لتبقيها على قيد الانتاج، خاصة وأنها وجدت نفسها فريسة سهلة لأزمة الكورونا. ماذا بينا توا بالنسبة للدولة تحاول كيفاش معناها تنظر للناس الصناعية هذوما والناس المتخرجين والناس أصحاب الشهادات العليا والكفاءات الكل، باش تحاول تكون الدورة هذه ماهيش دورة مثلا بعد 3-4 سنين، ماذا بينا تكون حتى في العام دورة ولا اثنين، بويسك اللي هي دورة معناها تسير وتلم جميع الحرفيين اللي موجودين من كامل تراب الجمهورية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية عنده برنامج نتاع التظاهرات ومعارض موزعة على كامل ولايات الجمهورية. الصناعة التقليدية عندها ثلاثة أسواق، تصديرية، سياحية ومحلية. إذا السوق التصديرية عندها قيمة كبيرة، السوق المحلية المعارض وأجهزة وقنوات التسويق في صفاقس. إن شاء الله وزارة السياحة تحرص حرص شديد على تنفيذ مشروع القرية الحرفية للصناعة التقليدية، وإن شاء الله بإذن الله يحدث المشروع هذا. الدورة الرابعة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بصفاقس فرصة للاطلاع على قطاع قطع أشواطا في الابتكار لكنه ظل قريبا منا.